صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصباح الخير والسعادة والراحة، ويا رب يكون عليكم هذا الصباح صباح جميل ويمتاز براحة البال. أصبح عليكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. دائما يسعدنا أعزائي المستمعين أنكم تتواصلون معنا وتتفاعلون مع ضيوف حلقتنا لليوم على الأرقام التالية 600551414. في بداية البرنامج أرحب أعزائي المستمعين بفريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي، ومن نور دبي أرحب بمخرجنا المبدع وائل القواسمة، وبكون معاكم أعزائي المستمعين في تقديم برنامج صحة وسعادة لهذا اليوم. محدثتكم آمنة آل علي. في حلقتنا لليوم بنتناول آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية، وكذلك آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص الشؤون الصحية. واليوم أيضا عندنا فقرة مهمة عن الحمية الغذائية النباتية، وفقرتنا الأخيرة اليوم بتتكلم عن حصول قسم الأشعة في مستشفى راشد على الاعتماد الدولي من الكلية الأمريكية. ونبدأ برنامجنا مثل ما عودناكم دائما بخبر محلي أو عالمي. خبرنا اليوم يقول: اكتشاف مادة يمكن أن تمنع تكرار الإصابة بالسرطان. اكتشف باحثون من جامعة كونستانس الألمانية مادة تقاوم بفعالية انتشار الخلايا السرطانية في الجسم، وأكد علماء جامعة كونستانس برئاسة عالم الأحياء كريستوف أن المادة المكتشفة تكبح تطور السرطان لأنها تمنع توغل هذه الخلايا في الأنسجة السليمة. ووفقا للباحثين تلعب مجموعتان من الإنزيمات دورا رئيسيا في نمو الخلايا، وهي مجموعة من السوفاتاز البروتينية ومجموعة كيناز البروتين، والمادة المكتشفة تقاوم أحد إنزيمات المجموعة الأولى اللي توجد غالبا بكميات كبيرة في الأورام الخبيثة، ما يحرم الخلية السرطانية من القدرة على الحركة وبالتالي اختراق الأنسجة السليمة. وأطلق الباحثون على المادة المكتشفة اسم لوك داون لفعاليتها العالية في منع حركة الخلايا السرطانية. ويشير الباحثون إلى أنه مع ذلك سوف تستخدم هذه المادة في الطب التطبيقي العملي بعد فترة زمنية طويلة، لذلك حتى ذلك الحين تبقى الطريقة الرئيسية لمكافحة السرطان هي كشف وتشخيص الأورام وعلاجها في الوقت المناسب. أعزائي المستمعين، وبعد خبرنا اليوم بننتقل لفقرة السوشيال ميديا. وفي هذه الفقرة تحدثنا زميلتي أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي بهيئة الصحة بدبي آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المداول فيها، سواء على صفحات هيئة الصحة بدبي أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة. صباح الخير أسماء. ألو، السلام عليكم. يا هلا أسماء، شخبارك؟ صبحكم الله بالنور والسرور. صبحت الله بالنور والسرور والعافية. أسماء خبرينا شو هي آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي عندك؟ من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي إن نحن بنحط اليوم نصائح وايد مهمة قبل التوجه إلى صالونات ومراكز الحلاقة قبل العيد. دائما الأشخاص يعتقدون إن كنا الفترة آخر كم سنة نحط النصائح الخاصة بكوفيد مثلا في الصالونات وغيره، لكن أخذ الحيطة والإجراءات الاحترازية مو بس إذا في حال كان في كوفيد أو فيروس أو أمور ثانية، في أشياء ثانية النصائح أيضا مهمة سواء للرجال أو النساء. من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها التأكد من التزام الصالون أو مركز الحلاقة بتطبيق معايير الصحة والسلامة. أحيانا يكون زحمة المكان، ممكن يعني فهذا المتعامل لازم يكون يعني مركز في المكان لأن عددهم كبير، دائما المتعامل عيونه هي اللي يعني ممكن يوصل الملاحظات وشيء. غير هذا عندنا من الأشياء اللي كنا حاطينها تجنب استخدام الصبغات الجديدة اللي الواحد مو متعود عليها أو الحنة السوداء من ضمن النصائح.
أيضا في حال استخدام صبغات ينصح أن يجربونها على منطقة صغيرة من الجلد قبل ما يضيفون الصبغة، لأن إذا كان صاير أي تحسسات في الجلد يكون يعني الشخص يعني خلاص عرف أن الجسم يتحسس، مو بأنه خلاص يحطونه على الرأس كامل بعدين يحتاجون أن تستوي عواقب صراحة صحية أسماء أنا للموضوع. عندي تجربة ممكن أنقلها للمتابعين في هالخصوص. العيد اللي طاف، عيد الفطر اللي طاف، تحسست من صبغة مثل ما قلتي، وبعد صبغة قبل العيد بيوم يمكن، ورمت بكبري، ويهي ورام ويدهي ويتني حتشة، وعلى طول على المستشفى. يعني الصراحة ما كان يسوى علي لو كنت، يعني بعد معنا على فكرة حساسية مفاجئة، يعني أنا ما كنت قبل اي يعني ما عشان كنت كذا انا انصبت انصح ان فيها. الواحد يحطها على يعني منطقه صغيره في الجلد قبل ما يضيفون الصبغه على الراس كله. وبعد من افضل ان الواحد يستخدم اغراض الخاصه، وهذا كنا نقول هاي النصيحه كنا نقولها حتى قبل قبل كورونا، كورونا صحيح. ان الاشخاص يستخدم ادواتهم الخاصه مثل خصوصا يسوون اظافرهم وهالامور، واذا ما كان متوفر يتاكدون ان المكان يستخدم التعقيم الادوات المستخدمه. ودائما نقول اختار الاوقات الاقل ازدحاما، يعني ما شاء الله الناس كلهم يروحون اخر يوم في رمضان الساعه 9 في الليل وضرب بوكس يسوي، فدائما نقول اختاروا الاوقات اللي اقل ازدحاما. ومن ضمن الاشياء ايضا احرص على اتباع الاجراءات الاحترازيه في الاماكن المزدحمه. واخر شيء استخدم وسائل الدفع الذكيه. يعني صح ان الكورونا خفت وشي، لكن هاي اصلا حتى في الاماكن فيها ازدحام يعني دائما ننصح الاشخاص ان يستخدمون وسائل الدفع الذكيه ويحافظون على اجراءاتهم الاحترازيه. الواحد مثلا يمكن حد يكون عنده انفلونزا، يمكن حد يكون عنده زكام وهالامور، وحرام يعني واحد يمرض في اول يوم عيد، يعني واحد مفروض يستانس. فدائما يعني هاي النصايح يعني بنحطها، ونتمنى من الكل يتابعونا على قنوات التواصل الاجتماعي اللي هي DHA_Dubai على تويتر وانستغرام، ودبي هيلث اوثورتي على فيسبوك. هالنصيحة بتكون موجودة في هالقنوات، فننصحهم ان يتابعونا، ونتمنى لهم يعني روحة صالون او حلاق، يعني هم يعني بدون اي مشاكل صحية، ويتابعون الاجراءات اللي احنا حطيناها، وان شاء الله بيكونون بصحة وسعادة. تقريبا هالاشياء اللي نبغي ناكد عليها اليوم، ونتمنى للكل الصحة والسعادة. شكرا لك زميلتي أسماء الجناحي، وأتمنى لك دائما الصحة والسعادة. مثل ما ذكرت أعزائي المستمعين أسماء الجناحي، دائما بتحصلون هذه المعلومات اللي تقدمها لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون يعني مع قسم التثقيف والتعزيز الصحي بالهيئة، قسم الصحة العامة. هناك دائما تعاون مع السوشيال ميديا وقسم التعزيز والتثقيف الصحي، ينشروا لكم كل المعلومات اللي تهمكم سواء قبل العيد، سواء لصلاة القيام، كل هذه المعلومات والإجراءات الاحترازية اللي ممكن تكون غابت عن بالكم بتحصلونها موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهيئة الصحة بدبي. ومن ضمن طبعا هذه النصائح الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، حطوا لنا هناك نصائح تساعدك على قيام الليل. مثل ما نعرف نحن في الأيام هذه، الأيام الفضيلة، وطبعا طالعين اليوم بروح أخرى وروح جميلة بعد قيام ليلة 27، يعني يا رب إن شاء الله تكون هذه الليلة صادفت يعني ليلة القدر. وسواء هذه الليلة وغيرها من ليالي رمضان، فدائما يحرص يعني كل المسلمين على قيام الليل في شهر رمضان. فنحن نقولكم في هيئة الصحة بدبي أن هناك أمور عليكم القيام بها أو تجنبها في رمضان، مثل نصايح تساعدكم على قيام الليل. تقول النصيحة: أولا، احصلوا على قيلولة في فترة الظهيرة للحصول على الطاقة وراحة الجسم لتساعدك على قيام الليل، وتجنبوا أنكم تتناولون المشروبات اللي تحتوي على الكافيين. وكذلك يقولوا لكم أن تناولوا وجبة خفيفة قبل صلاة القيام بعشرين دقيقة، مثل الروب مع التمر أو الفواكه أو المكسرات، وتجنبوا أنكم تتناولون كميات كبيرة من الطعام قبل الصلاة مباشرة، سواء صلاة المغرب ولا صلاة القيام، لأنكم بتحسون بالتخمة وما بتقدرون أصلا تصلون يعني بالطريقة اللي أنتم تمنوها لما تكون تحسون بثقل. فنحن دائما ننصحكم أنكم تتبعون هاي النصايح البسيطة، تتناولون كمية كافية من الماي تعينكم على الصيام وتعينكم أيضا على القيام. أعزائي المستمعين، الحين بنطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع نواصل فقرات برنامج صحة وسعادة، خلوكم معنا. صحة وسعادة.
رجعنا لكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-551-414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. مثل ما عودناكم دائما نبدأ فقرة برنامج صحة وسعادة بفقرة التغذية. اليوم فقرتنا تتكلم عن الحمية الغذائية النباتية. مثل ما نعرف تعد الحمية الغذائية النباتية واحدة من برامج خفض الوزن المهمة اللي يلجأ إليها الباحثون عن اللياقة البدنية والوزن الصحي السليم. وفي هذه الفقرة بنتعرف مع بعض على الحمية النباتية المثلى اللي يمكن تطبيقها مع ضيفة البرنامج الأستاذة عبير عبد الله، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة عبير. صباح الخير، يعطيكم ألف عافية. يا هلا فيك. بداية أستاذة عبير، نبغى نتكلم عن الحمية الغذائية النباتية وغير النباتية. أيوة، هلا هي طبعا الحمية الغذائية النباتية معروفة، كثير ناس بياخدوها بسبب يعني أسباب اجتماعية أو دينية، وفي ناس عم يعتمدوها مثل ما قلتي قبل شوي لخسارة الوزن. نعم. هلأ الحمية النباتية عادة فيها عناصر غذائية شوي صعب نوصلها مثل الحمية الغير نباتية، بس إذا التزمنا باتباع التعاليم الصحية تبعها ممكن نأمن كل احتياجاتنا، بس بيكون الإنسان يعني مخطط تماما قبل ما يعملها، ما نتبع أي حمية نباتية وبس، لازم يكون مقسمينها حاطين قصص معينة من كل نوع غذاء مطلوب. يعني كثير من مرات الحمية النباتية الناس بيتبعوها بيركزوا بس على النشويات، يعني العيش البطاطا الخبز بيصير أكثر أكلهم من هاي. هاي بتفتقد لكثير عناصر غذائية فيتامينات ومعادن، نعم لازم يكون في تنويع بالتأكيد. أستاذ عبير، هل هناك يعني فرق بين النتائج في بين الحمية النباتية والحمية الغير نباتية؟ هي على حسب كمية السعرات بالنهاية. الناس بيفتكروا إن إذا حولت نباتي وأكلت دهون ونشويات براحتي وهيك بينزل الوزن، مش صحيح. هي بتعتمد على كمية السعرات الحرارية الموجودة بهاي الحمية وبهاي الحمية. أهم شيء تكون إذا بدنا إياها عشان خسارة الوزن بنخفض السعرات بس بطريقة صحية، يعني ما نحرم الجسم من العناصر الغذائية اللي بيحتاجها. يعني نحن مثلا نحتاج بروتين، البروتين موجود أكثر شيء معروف بالمصادر الحيوانية، اللحوم، البيض، الحليب، مشتقات الحليب. فإذا حولنا على حمية نباتية لازم نعوض على هذا البروتين اللي عم ينقص. من شو؟ بنلاقيه بالخاصة بالحبوب مثل البقوليات، عدس، فاصوليا، كل هاي الأشياء بدها تصير تدخل يوميا إجباري بوجبة الشخص اللي متبع الحمية النباتية، لأنه إذا ما أخذ هاي النباتات بصير عنده نقص البروتين، لأنه البروتين مش عم يقدر ياخده من المصادر الحيوانية. حتى مثلا الكالسيوم، لأنه في ناس بيتبعوا حمية نباتية بيتجنبوا حتى مشتقات الحليب، فلازم ناخد خضار ورقية كتير تكون يوميا موجودة بالوجبات، 3 أو على القليل وجبتين من الوجبات اللي بياخدهم المريض. نعم، يعني لكل مثل ما نعرف حمية سواء نباتية أو يعني غير نباتية، كيف ممكن أستاذ عبير يحدد الشخص شو هو الشيء الأفضل له من برامج وأنظمة الحمية المختلفة؟ هي شوفي، طالما نحن عم نحكي بشكل عام مش بخصوص أمراض معينة، لما يكون في شخص عنده أمراض مزمنة أو شيء هي بصير كل شخص له حمية خصوصي أحسن يراجع مختص، بس بشكل عام بدون ما نحكي عن الأمراض إنه تكون حمية متوازنة يوميا فيها كميات من البروتين، كميات من الخضار، كميات من الفاكهة. إذا كانت الحمية مش نباتية بياخد البروتين من مثلا من السمك، الدجاج، اللحم، يكون صحي يعني معمول بطريقة صحية، مش مقلي، مش مطبوخ بدهون كتير. إذا حمية نباتية يحاول يستعيض عن هاي دايما بالفاصوليا، العدس، البقوليات، كلها تكون موجودة مثلا على الغداء وعلى العشاء عشان نعوض البروتين، كمان مطبوخة بطريقة صحية. لأنه حتى الحمية النباتية إذا كان الأكل كله مقلي ودهون زيادة يعني خسرت كتير من فوائدها. نعم، نحن اليوم في حديثنا أستاذ عبير عن الحمية الغذائية النباتية، كيف ممكن أن هناك قواعد يتم تطبيقها أو قائمة غذاء مرتبطة بهذه الحمية؟ هي تقريبا بدنا نحاول نتبع الطبق الصحي اللي احنا حكينا عنه قبل، انه يكون الطبق الصحي على كل وجبه نص الوجبه من النشويات اللي هي عيش، بطاطا او خبز او حتى باستا مع كرونه،
ربع من البروتين. هلا البروتين الربع اللي قلنا للغير نباتي لحوم، للنباتي بقول، نعم. والربع الباقي خضار. خضار متنوعة، أي أنواع الخضار ما في مشكلة، مع إضافة مثلا حبة فاكهة على كل وجبة. نعم أستاذ عبير، إذا هناك يعني أشخاص يعني حابين يتبعون حمية غذائية نباتية، هل يجب عليهم أنهم يستشيرون أخصائي تغذية، ولا يمكنهم أنهم يقومون بهذا الموضوع عن طريق سيرتش؟ يمكن مثلا فترة من الفترات حبيت أجرب حياة الأشخاص النباتيين، قلت لهم أنا أبا أجرب أتم أسبوع أكل، يعني ما أكل مشتقات حيوانية وأكل أشياء يعني كلها نباتية وكذا، ولكن بدون ما أتجه لي يعني أخصائي تغذية أو شخص مختص. حسيت على نهاية يعني أول 3 أيام لا، الموضوع يعني مو بسهل، الموضوع لا محتاج أن شخص يا يرتب لهذه الوجبة أن تكون متكاملة، خاصة مع التعود. نحن الأشخاص اللي تعودوا يأكلون دياي أو سمك تحسين صعب. صعب الموضوع عليهم. لا وبعدين بتفتقر إذا ما كانت منظمة بشكل جيد، بتفتقر كثير عناصر غذائية، بصير في نقص حديد، نقص كالسيوم، نقص فيتامينات من أنواع الفيتامينات بي، فلازم تكون مدروسة يعني فيها كل العناصر الغذائية على كل وجبة، حتى لو زار مثلا أخصائي التغذية مرة أو مرتين بس لتعطيه فكرة، وبعدين هو بيكمل لوحده، بس على الأقل إنه يكون عنده فكرة شو العناصر الغذائية اللي لازم تكون موجودة كل يوم. نعم أنا أيضا يعني أستاذة أضم صوتي يعني لصوتك، ولكن أذكر المستمعين أيضا بأرقام التواصل اللي هي 4006 للرسائل النصية، إذا في حد جرب الحمية النباتية وحاب أنه يقول لنا رأيه، سواء نزل وزنه أو مستمر على هذه يعني الحمية، عشان نشوف الجانب مثل ما نقول الآخر للأشخاص اللي طبقوا هذه الحمية، كيف أثرت عليهم، كيف ممكن أن تكون يعني غيرت حياتهم أو نقصت من وزنهم. أيضا أستاذة عبير، هل هناك نصيحة معينة تقدمينها للأشخاص اللي يتبعون هذا النوع من أنواع الحميات الغذائية؟ هي بالنهاية صار في التوازن هو أهم شيء، والاعتدال، يعني دائما نحاول نكون معتدلين بخياراتنا، معتدلين بالحمية، معتدلين بأي شيء. أي شيء بيروح للحد البعيد دائما بيكون نتيجته عكسية، مش صحية، فأحسن دائما نستشير المختص ونتعلم شو هي الطريقة الصحيحة لنعمل الحمية ونمشي عليها، وإن شاء الله عشان تكون نتائجها دائمة أكثر. نعم أستاذة عبير، يعني كان الحديث عن موضوع الحمية النباتية دائما يعني مشوق. أبا أعرف منك أنت أستاذة عبير، هل تشجعين الحمية النباتية ولا الحمية العادية كأخصائية تغذية؟ يعني شوفي، هي كل واحدة لها فوائدها، عارفة، بس هي مثل ما قلنا الأهم الحمية الصحية، يعني حتى الحيوانية إذا كانت فيها. هلأ بتعرفي في شيء جديد اسمه بلانت بيز دايت، كثير بيجوا ناس بيسألون عنها، اللي هي لا نباتية ولا حيوانية، بين البنين، يعني يكون في عناصر حيوانية بس قليلة كل يوم، واعتماده بشكل أكبر على النباتي. بتصور هاي متوازنة أكثر من الاثنين، نعم لانه فيها الاشياء، لانه نحن عندنا في انواع فيتامينات مش موجوده الا بالمصادر الحيوانيه، فاللي بيتبع حميه نباتيه بيكون عرضه انه تصير عنده نقص بهاي الفيتامينات، فاحسن يكون في كميات قليله من العناصر الحيوانيه ونركز بكميات كبيره على الخضار وعلى الفواكه وعلى البقول وهاي الاشياء. نعم طبعا أستاذة عبير، عبد الله أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، شاكرة لك تواجدك معنا في برنامج صحة وسعادة اليوم وكل المعلومات القيمة اللي قدمتيها لنا. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك. دائما أعزائي المستمعين نسعد بمسجاتكم الصباحية الجميلة. وصلنا مسج من سعود حسين إبراهيم يقول صباح الخير، يعطيكم العافية على هذا البرنامج. شكرا لك أخوي سعود، ويعطيك أيضا العافية، وشكرا على مشاركتك الطيبة. وكذلك معانا الأخ، يعني أتوقع هي بنت الأخ سعود، اسمها دانا سعود حسين، تقول صباح الخير، وتبغى تعرف شو الأشياء المفيدة للأشخاص اللي قاموا بزراعة الكلى. عزيزتي دانا، إن شاء الله بنتواصل معاك وبنعطيك هاي المعلومات، لأن لازم نحتاج شخص مختص ب يعني زراعة الكلى يعطينا الأشياء المفيدة. بس أتمنى توضحين لي إذا كنتي تقصدين الأشياء المفيدة عن طريق يعني من ناحية الغذاء، وإن شاء الله بنخصص أيضا حلقة للحديث عن هذا الموضوع.
أعزائي المستمعين، نحن في برنامج صحة وسعادة نتطور معاكم ومع استفساراتكم، مع أسئلتكم وكذلك مشاركاتكم. لذلك دائما أذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600-551-414. نقدر نستمع منكم لاقتراحاتكم والأشياء اللي حابين تطورونها في برنامج صحة وسعادة. وكذلك إذا حابين أنكم تشاركون عن طريق الرسائل النصية القصيرة، عطونا أفكاركم، شو حابين نتكلم بعد رمضان، شو المواضيع اللي تهمكم وحابين أنكم تسمعونها، لأنكم أيضا سواء كنتوا تسمعون الإذاعة الحين أو حابين تسمعون الحلقة بعدين على أو تسمعونها عن طريق تطبيق أوان أو عبر إذاعة نور دبي، أو حابين أنكم تسمعون الحلقة بعد ما نخلص منها تنزل على يوتيوب، بس تكتبون برنامج صحة وسعادة وتطلع لكم الحلقة بتاريخ اليوم. ومثل ما تعرفون البرنامج من يوم الاثنين ليوم الجمعة، نحن موجودين 5 أيام في الأسبوع، فحابين نثريكم بمعلومات مفيدة تفيدكم وتفيد كل أفراد المجتمع. وأشكر مرة ثانية أخوي سعود وبنته دانا على هذه يعني المشاركة الطيبة. أعزائي المستمعين، بننتقل معاكم الحين فاصل قصير وبنرجع نتكلم عن إنجاز طبي جميل لمستشفى راشد. خلوكم معنا بعد هذا الفاصل. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600-551-414 للرسائل النصية القصيرة 4006. في إنجاز جديد يضاف إلى رصيد إنجازات هيئة الصحة بدبي، حصل قسم الأشعة في مستشفى راشد مؤخرا على الاعتماد الدولي من الكلية الأمريكية للأشعة، وهي الجهة المشرعة لممارسة طب الأشعة في العالم، ليكون مستشفى راشد هو المستشفى الحكومي الأول في الحصول على هذا الاعتماد على مستوى الدولة، والثاني بعد مستشفى كليفلاند. حول هذا الإنجاز يحدثنا الدكتور أسامة البستكي، استشاري ومدير إدارة الأشعة التشخيصية في هيئة الصحة بدبي ورئيس قسم الأشعة في مستشفى راشد. أصبح الخير دكتور أسامة. صباح النور، هلا أختي أمنا. يا هلا فيك دكتور، بداية أبارك لكم هذا الإنجاز الكبير، وهذا طبعا مبغريب على مستشفى راشد وعلى قسم الأشعة اللي دائما يبهرنا بإنجازات جميلة ومتطورة. الله يبارك فيكم دكتور. بداية ممكن تكلمنا عن قيمة هذا الاعتماد وأهميته والجهة اللي تقوم بإصدار هذا الاعتماد؟ طبعا مثل ما تفضلت، الكلية الأمريكية للأشعة والSCR الجهة المشرعة لطب الأشعة حتى لو بشكل غير رسمي، بمعنى أن مبادئ تطبيق المهنة أو حتى بروتوكولات التصوير وحتى على الأقل هي حتى الإرشادات اللي تعطى حق المريض عند اختبار الأشعة تيجي من عندهم، وحتى أن مثلا اختيار نوع الأشعة لأي مرض يكون نتيجة بحث معتمد من عندهم هم، فهم اللي يعتمدون أن هي وجود أبحاث، وبالتالي اللي هي مو بس إحنا، كافة أقسام الأشعة في العالم يتبعون اللي تعليماتهم بهذا الخصوص. فاعتماد الكلية يعتبر معيار ذهبي في التصوير الطبي في العالم، وهذا يثبت في أن الجهة اللي حصلت عليه هي ملتزمة بتوفير أفضل الرعاية الآمنة وفي نفس الوقت الجودة في التصوير للمريض. عندش مثلا أقصي، طبعا المستشفيات اللي في الولايات المتحدة هي ملزمة أنها تقدم على الاعتماد، فجزء رئيسي في تصنيفها هي أقسام الأشعة في المستشفيات يكون حصلت على الاعتماد ولا، والحمد لله احنا الحين حصلنا على الاعتماد. ومثل ما قلت حاليا في دولة الإمارات هناك بس مؤسستين حصلت على اعتماد، واحدة منهم مستشفى راشد. نعم بالتأكيد، يعني هذا دكتور يعني ممكن أو بالتأكيد يؤدي إلى زيادة ثقة المتعاملين بقسم الأشعة في مستشفى راشد، وهذا اعتماد كبير يتم الحصول عليه، مثل ما ذكرت المستشفى الحكومي الوحيد على مستوى الدولة، يعني أو على مستوى يعني المستشفيات الحكومية اللي يحصل على مثل هذا الاعتماد. نحن دائما نسلط الضوء
دكتور أسامة على خدمات قسم الأشعة في مستشفى راشد، لو ممكن نحدث المستمعين عن قسم الأشعة وإمكانياته ومستوى الخدمات المقدمة فيه. طبعا اختي، احنا دائما نتمنى نحصل على ثقة الناس في انهم يجون الأشعة المستشفى راشد، وخاصة بحب اقول بعد ان هي الخرافة القديمة ان طوابير الانتظار في المستشفيات الحكومية في الأشعة هذه اختفت تقريبا. احنا عندنا في مثل بالنسبة للرنين المغناطيسي يمكن الانتظار ما يكون الا خلال 10 ايام، وهو مقبول عالميا يكون 10 ايام. في الأشعة المقطعية يومين، مثل السونار المريض ممكن في نفس اليوم يحصل على الموعد. مستشفى قسم الأشعة مستشفى راشد يقوم سنويا ب 150 ألف اختبار في الأشعة، وهذا يمكن خلي من أكثر من أزحم المستشفيات في الدولة. وأحنا في نقوم طبعا نوعين من الأشعة، الأشعة التشخيصية والأشعة التداخلية. وإحنا تقريباً إحنا أحد مستشفيين فقط في دبي اللي يكون فيها موجود فيها طبيب الأشعة على مدار الساعة، بحكم طبعاً أن مستشفى راشد يعتبر مركز الحوادث والطوارئ، ففي حالات معينة مثل الحوادث والجلطات يحتاج طبيب الأشعة أن يكتب فيه تقرير بشكل سريع يمكن خلال ربع ساعة، بالتالي عشان يتم معالجة المريض أول بأول. فاحنا حرصنا في ان نكون نغطي كل انواع اختبارات الاشعه اللي تكون اللي تغطي التخصصات الرئيسيه الموجوده في المستشفى. عندنا تخصصات رئيسيه في مستشفى راشد مثل الحوادث والطوارئ، طب وجراحه الجهاز الهضمي، طب وجراحه الاعصاب، طب القلب، وطب الجهاز التنفسي، وطب الامراض المعديه. احنا الحمد لله اليوم نقدر نقول في مستشفى راشد احنا مواكبين اللي هو العصر الحديث في تغطيه خدمات الاشعه لكل هالتخصصات الرئيسيه. وطبعا مثل ما قلتي ان مستشفى راشد الحمد لله قبل حصوله على اعتماد الاشعه حصل على اعتماد في مجال الحوادث من المانيا، حصل على اعتماد في مجال الجلطه علاج الجلطه الدماغيه من كل من المانيا والولايات المتحده، امراض الجلطه القلبيه من كندا، أمراض التهاب الأمعاء المزمن من بريطانيا، ومرض التصلب المتعدد اللي هو المرتب الاستيروس حصلنا بعد عن طريق جمعية أوروبية. وكان دائما كان شرط الحصول على هذا الاعتماد أنك أنت بعد تكون عندك جودة معينة لخدمات الأشعة تغطي الخدمات المطلوبة لخدمة المرضى في هذا المجال. طبعا الشيء الثاني بحب أقوله أن الاعتماد دائما مرتبط بفترة زمنية، أنهم يجوا لهم محكمين ويجون يشوفونك أن أنت هل أنت مواكبة للعصر الحديث في سواء تشخيص أو علاج هذا المرض. فالحصول على الاعتماد يخلينا احنا نلتزم أنه نقدم الأفضل للمريض. نعم دكتور، ذكرت أن هناك فترة للاعتماد الدولي، فترة زمنية معينة، كم تقريبا دكتور تكون هذه الفترة؟ بالنسبة للأشعة 3 سنوات، فإحنا الحين حصلنا الاعتماد بين 2025 و2025 لا نسعى للتجديد على الحصول على الاعتماد على حسب الشروط اللي تحطها الكلية في ذات الوقت. نعم، وهذا يعني إلا يعني دكتور له الفائدة على مستشفى راشد أنه يحصل على مثل هذا الاعتماد الدولي، يزيد من ثقة المتعامل بهذه الجهة الذي هو يعني يقوم بالتوجه إليها. يعني ما شاء الله مثل ما ذكرت الاعتمادات الكثيرة اللي حصلت عليها، يعني حصل عليها قسم الأشعة مسبقا، يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني خلال السنة أنا أستضيف قسم الأشعة يمكن أكثر من مرة إلى يعني لهذه الاعتمادات الدولية اللي لها يعني أثر كبير، سواء حتى على صورة يعني الجهة الطبية لدى العالم. نحن يعني نحصل على مثل هذه الاعتمادات إنما هو فخر لنا واعتزاز بكوادر أيضا وطنية تشارك وتساهم للحصول على مثل هذه الاعتمادات. من المؤكد دكتور أسامة أن قسم الأشعة في مستشفى راشد أكيد يمر بمراحل تقييم ويخضع لمعايير محددة قبل اعتماده من الكلية الأمريكية للأشعة. هل ممكن أن نحن نتعرف على موجز من مراحل التقييم قبل ما تحصلون على هذا الاعتماد؟ بالنسبة للتقييم طبعا في البداية
احنا حصلنا على الدعم المادي للاعتماد من قبل اللي هم جائزة الشيخ حمد الله الحمل الطبية. كانت حصلنا على استعملنا المكافأة اللي حصلنا قبل سنتين، حصلنا على جائزة أفضل قسم طبي حكومي في دولة الإمارات في 2020، واستعملنا المكافأة اللي حصلناها للحصول على الاعتماد. طبعا الحصول على الاعتماد اختي كان المفروض ان نقدم احنا ادله واثباتات ان احنا نحافظ على المعيارين الاساسيين اللي مطلوب منا خلال الاعتماد، اللي هو سلامه المريض اثناء التصوير وجوده الصوره. وهم ولازم كنا نقدم هذا لكل جهاز موجود في المطلوب منا الاعتماد، فكان الرنين المغناطيسي واشعه المقطعيه. عندنا جهازين رنين مغناطيسي في مستشفيات، ثلاث أجهزة أشعة مقطعية والسونار بعد الطبي. فلهالشيء شكلنا فريق عمل لكل جهاز، وكان هالفريق عمل يضم تقنيين أشعة مختصين في هذا جهاز وإضافة إلى أطباء الأشعة. فكان علينا إن إحنا نقدم تعرفين إحنا مسوي اختبارات أشعة في أرقام معينة تصدر من الجهاز، فإحنا يبانا كنا نقدم هالأرقام للموقع الكلية بالإضافة إلى أمثلة للصور اللي ناخذها. طبعا إحنا في مستشفى راشد نظرا للمتخصصات الموجودة، فكان علينا إحنا نطلب نقدم أمثلة الأشعة بالنسبة لاختبارات الرأس الظهر والبطن، كان هذا كان المطلوب من عندنا، وكنا نقدمها للكلية وننتظر من الكلية أونلاين، كنت أقدمها بشكل افتراضي وكان ننتظر من كلية قبول هالصورة ولا. وقبل ما كنا نتقدم هذه احنا بعد فرق العمل اللي كان عندنا كان عندهم اجتماعات بشكل دوري للناس اللي مختصين بهالموضوع من قبل الكلية الأمريكية، وكان يأخذونها عن طريق مثلا الهاتف أو افتراضيا. وأيضا قدرنا حتى قبل ما نقدم أوراقنا اجتمعنا من مع فريق عمل آخر كانوا في مستشفى جامعي أمريكي ونصحونا شو نسوي شو نقدمه هذا. فكنا شو اسمه وبعد بالنسبة وحصلنا أيضا على الدعم من وحدة الفيزياء الطبية في مستشفى دبي، نتعرف هالأرقام مرتبطة بالفيزياء الطبية واللي هم حرصوا أن نقدم الأرقام طبعا بشكل صحيح للكلية. ولما كنا نرفع المطلوب للكلية في الموقع طبعا كانت في أشياء معينة نجحنا فيها الحمد لله من أول مرة، في أشياء تطلب منا إعادة تقديمها أكثر من مرة حتى حصلنا عليها. في النهاية حصلنا على 6 شهادات بعدد الأجهزة المطلوبة في المستشفى، والحمد لله حين اطمأننا ان نحن نقدم خدمات اشعه للمواطنين او للمراجعين بمعايير دوليه، وهي شو اسمه، وهذا نتيجه ان فرق العمل تعاونت في هالشيء. تقريبا عدد الاشخاص اللي تعاونوا في هالموضوع تقريبا كانوا 22 شخص. وطبعا حصلنا بعد التعاون من جهات من خارج قسم الأشعة مثل ما قلت لك شيء، وحدة الفيزياء الطبية وقطاع المالية وقطاع استراتيجية، وأيضا حصلنا بعد نشكرهم بعد إن هم الأخوة في مستشفى كليم في أبو ظبي إنهم حصلوا قبل، بعد كانوا متعاونين معنا للحصول على الاعتماد أيضا. نعم جميل دكتور، التعاون الموجود سواء بينكم وبين مستشفى دبي أو بينكم وبين الإدارات المختلفة في هيئة الصحة بدبي مثل ما ذكرت إدارة المالية والاستراتيجية وغير هذا، أيضا تعاونكم مع الجهات الخاصة. نحن نعمل يعني دكتور في النهاية لخدمة هذا المجتمع ولخدمة المراجعين، فيعني التكامل الموجود في المنظومة الصحية جميل، وهذا يثلج الصراحة الصدر أن نحن نعمل مع بعض لخدمة يعني قضية واحدة أو لخدمة يعني حصول مستشفى راشد على اعتماد دولي كبير مثل هذا الاعتماد. دكتور شو يعني شو ممكن يكون يعني هذا الإنجاز الكبير شو يعني لك أو يعني لشخصكم بما أنك رئيس قسم الأشعة في مستشفى راشد حصولكم على الاعتماد الدولي من الكلية الأمريكية للأشعة؟ نعم هذا الحمد لله، هذا يدل ان احنا
نطبق المعايير الدولية المعترف فيها من قبل أكبر مشرع للمهنة في العالم. يعني هو مثل ما تقولين إنه مثلا واحد دارس أو أنا مطلع بالمادة بس الحمد لله قدم فيها امتحان ونجح فيها، فإحنا الحين حصلنا على المعايير الدولية. وحتى لو تدخلين موقع الكلية تشوفين من الجهات الموجودة في الإمارات مثلا محصلة على الاعتماد تحصلين اسمنا هناك، وهذا بالنسبة لنا يدل على نحن يعني مواكبين العصر الحديث في الأشعة. طبعا طب الأشعة من أشعة الطب اللي تكون فيها دائما تطورات سريعة، وهذا يخلينا احنا بعد ملزمين ان احنا بعد ترسنا وعند التجديد ان نلتزم بهذا ونجدد اللي هو الاعتماد ان شاء الله. وفي نفس الوقت ان مثل ما قلت ان هذا يطمني ان انا عندي فريق عمل جاد في عمله وان مستعد لخدمه هالمجتمع ان شاء الله. ان شاء الله. نعم دكتور، كلمة أخيرة إذا حاب تقدمها لفريق العمل اللي ساهم بحصولكم على هذا الإنجاز الجميل. مشكورين وما قصروا، وإن شاء الله احنا متوقعين منهم أكثر إن هالمجتمع يستاهل إن نحن نخدمه أيضا. نعم أعزائي المستمعين، كنا اليوم في حديث مع الدكتور أسامة البستكي استشاري ومدير إدارة الأشعة التشخيصية في هيئة الصحة بدبي، حدثنا عن حصول قسم الأشعة في مستشفى راشد على الاعتماد الدولي من الكلية الأمريكية للأشعة، وأنا بدوري أضم صوتي لصوتك وأشكر طبعا دكتور أسامة، أشكرك وأشكر فريق العمل معك وأشكر الأشخاص اللي ساهموا سواء مستشفى دبي أو إدارة المالية وإدارة الاستراتيجية في هيئة الصحة بدبي وكذلك مستشفى كليفلاند الخاص، كل من ساهم في وصول هيئة الصحة في دبي وحصولها على هذا الاعتماد الدولي يعني الكبير اللي يضم لإنجازات قسم الأشعة في مستشفى راشد، نوجه لهم كلمة شكر وتقدير على أنهم أصروا أن يعني نحصل على هذه الامتيازات، مما يزيد من ثقة المتعاملين اللي يتعاملون والمراجعين اللي يراجعون مستشفى راشد. وشكر موصول أيضا لك دكتور على وقتك، دكتور أسامة البستكي استشاري ومدير إدارة الأشعة التشخيصية، شكرا لمشاركتك لنا هذا الإنجاز في برنامج صحة وسعادة. شكرا أختي، شكرا. وأحب بعد أشكر بعد قسم الإعلام في هيئة الصحة اللي أبرز هذا اللي حصلنا عليه. شكرا أختي. شكرا لك دكتور. أعزائي المستمعين، يعني جميل أن نختم حلقة برنامج صحة وسعادة بهذه الأخبار الجميلة، حصولنا على اعتمادات دولية مرموقة يوضع اسم هيئة الصحة في دبي، يعني مع أسماء مستشفيات كبيرة تحصل على يعني اعتماد دولي من الكلية الأمريكية للأشعة. وبهذا أعزائي المستمعين نكون وصلنا لختام برنامج صحة وسعادة، أتمنى أن تزيد ثقتكم بالمنظومة الصحية لدينا، تزيد ثقتكم بهيئة الصحة بدبي والمراجعين في هيئة الصحة بدبي يكونون على يعني دراية بالاعتمادات الدولية الموجودة لدينا في سواء مراكزنا الصحية أو مستشفياتنا الموجودة في إمارة دبي. أعزائي المستمعين، أتمنى أن نكون قدمنا لكم لو شيء بسيط من الفائدة، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لإذاعة نور دبي والقائمين على هذا البرنامج، الشكر موصول لزميلتي نجاة السويدي في التنسيق والمتابعة، ومخرجنا المبدع دايما وائل القواسمة. كنت معكم اليوم في تقديم برنامج صحة وسعادة، محدثتكم آمنة العلي، وأتمنى لكم دايما الصحة والسعادة. صحة وسعادة.